إذن الشمس تتحول إلى كرة فوضوية تطلق مجموعة من دفعات ضخمة من الطاقة نحو الأرض. تبعات هذه العواصف الشمسية قد تكون كارثية على العالم بانقطاع الإنترنت لفترة طويلة كأسوأ سيناريو. هذه التحذيرات عادت للواجهة بعد أن أعلنت ناسا وصول الشمس إلى ما يعرف بالحد الأقصى للطاقة الشمسية، وهي فترة تمر بها كل 11 عاما تقريبا. لكن يعني ما علاقة العواصف الشمسية بالإنترنت أصلا؟ بحسب ناسا يؤثر النشاط الشمسي على الظروف في الفضاء المعروفة باسم الطقس الفضائي، وبطبيعة الحال هذا الأمر يؤثر أيضا على ما هو موجود في الفضاء من أقمار صناعية وأنظمة اتصالات مثل الراديو ونظام تحديد المواقع العالمي GPS. طبعا بعض العلماء شككوا بحدوث سيناريو كهذا، معتبرين أن تحققه نادر جدا، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن تجاهلها.